السلام عليكم أيها المتابعون الأوفياء للنادي السمعي البصري لدار الشباب بعين مقل. من خلال هذا الريبورتاج الذي أردنا أن يحمل عنوان المعالم الأثرية بعين مقل بين الواقع والمأمول، كثيرة ومتنوعة هي المعالم الأثرية المتواجدة ببلدية عين مقل نظرا لشساعة رقعتها واتساعها، وهي تابعة للحظيرة الوطنية للأهجار التي أنشئت وصنفت بموجب قرار رئاسي سنة 87-900 ألف. ولا يكاد يخلو جبل من بلدية عين مقل من بعض هذه المعالم، وبخاصة ما تعلق منها بالقبور الجنائزية أو العلامات التي كان يستعملها الأولون من الطوارق فوق قمم الجبال للدلالة على الآبار أو مفترقات الطرق مثلا، أو كبوصلات لتحديد مشرق الشمس من مغربها. يعني هنا في هذه الداخل هنا تلقى فيها أكثر من شخص أو شخصين، أكثر من شخص أو شخصين، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، وكانوا يدفنوا هنايا فيها الناس قاعدين كيما هكا، يعني يطبقوهم وضعية القعد ويديروا في شكارة ويغلقوا ويحطوا القش نتاع القش نتاعو صوالح ولا ما قش نتاعو، داكشي كلش كلش لباسو معاه باش يطيب معاه باش اسميتو معاه هنايا، كلش تلقاها عايده كي شغل مخازن منا، يحطوا فيها القش يحطوا فيها صوالح وهما اللي يقعدوهم في الوسط ومن بعد يغلقوا عليهم ويدفنوا. ونظرا للتوسع العمراني الحاصل على مستوى البلدية تبعا لتزايد الكثافة السكانية، فإن بعضها أصبح محاطا بالبنايات والتجمعات السكانية، مما يستدعي ضرورة تكاتف الجهود من أجل حمايتها من خطر الإهمال والزوال. إن الحظيرة الوطنية للهجار تقع في أقصى جنوب الجزائر على مساحة 450 ألف كيلومتر مربع، وهي الأكبر في الجزائر، وهي قديمة التكوين حيث يبلغ عمرها ما بين 600 ألف ومليون سنة، مما أدى إلى ترقيتها إلى حظيرة وطنية. وإن الحفاظ على مثل هذه الموروثات هو ثقافة فردية لكل واحد منا، تنبع من إيمانه العميق بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع. فجهود الحظيرة الوطنية للهجار لا تعد كافية إن غاب وعي المواطن واهتمامه بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق عالميا لمنطقة الهجار وساكنيه منذ أمد بعيد. وكما أشار السيد سويتم أحمد سابقا باعتباره من أعوان الحظيرة الوطنية للهجار بعين مقل، فإن القبور الجنائزية هي جزء من المعالم الأثرية القديمة للأولين، إذ كانوا يدفنون فيها الموتى بكل ما كانوا يملكونه من أدوات في وضعية الجلوس، مما قد يدل على أن ذلك كان قبل معرفة الإنسان القديم لنمط الدفن الإسلامي، مما يعطينا تصورا كبيرا عن مدى قدم التواجد البشري بمنطقة الهجار. وختاما أترككم مع بعض التوجيهات المستقاة من الإنترنت بخصوص الحفاظ على مثل هذه الموروثات بشتى أنواعها في حظيرة الهجار. تقبلوا منا فائق عبارات الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.